أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الله هو الذي يخلق ويرزق ويدبر كما يشاء وكما يريد، والعباد لهم مشيئة ولهم إرادة ولهم اختيار، يفعلون الأفعال باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم، فلهم مشيئة ولهم إرادة، لا كما تقوله الجهمية الجبرية، ولكن مشيئتهم ليست مستقلة كما تقوله المعتزلة. وهذا كما في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قوله وما تشاءون رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد، إلا أن يشاء الله رد على المعتزلة القدرية الذين ينفون إرادة الله ومشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. نعم.